كتابنا من المعرض اليوم موجود في جناح شركة المطبوعات للتوزيع والنشر بأبوظبي، وعنوانه موسوعة الأمثال والحكم والأقوال العالمية، أكثر من 10,000 مثل وحكمة وقول لمؤلفه منير عبود. نظرة سريعة على عنوان وموضوع هذا الكتاب. هذه موسوعة جامعة شاملة لم تتوقف عند شعب من الشعوب أو مجتمع من المجتمعات، بل استهدفت العالم بأسره قديما وحديثا، واستخلصت أهم التجارب والعبر وأكثرها فائدة ومتعة وطرافة. نقلت هذه الموسوعة ما جاء على ألسنة أهم الكتاب والمفكرين والفنانين والحكماء والسياسيين المحنكين في الكرة الأرضية قاطبة، وغطت كل موضوعات الحياة من حب وأمل وسعادة وإحساس بالزمن ووطنية وطبيعة وعمل وعدالة وخيانة وجنون وعلاقات إنسانية، حتى جاوزت 10,000 مثل وحكمة وقول مأثور. جاء تقسيم الموسوعة إلى عناوين عامة أو أبواب تندرج فيها عناوين فرعية أو فصول تصف كثيرا من جوانب الحقيقة الإنسانية، وتقدم كثيرا من الرؤى التي تبصر الإنسان بكيفية السير في دروب الحياة، فكل مثل فيها أو حكمة أو قول يختصر كتابا. هذه الموسوعة تؤنس وتثقف وتعرف بحضارات وشعوب وعادات وتقاليد، وتسلح بالقيم والمبادئ ومعين لا ينضب يحتاج إليه كل إنسان. كتاب موسوعة الأمثال والحكم والأقوال العالمية، أكثر من 10,000 مثل وحكمة وقول، موجود الآن في معرض الشارقة الدولي للكتاب القاعة الرابعة في جناح شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. Thank you.